شيء ما، لديه إحساس، لربما يذهب مثلا إلى الامتحان لأداء امتحان معين أو اختبار معين، يحس أنه يا أما ناجح يا أما لا سامح الله يكون هنالك نتائج سلبية. أنت اليوم كيف تحس إحساسك نحو التصفيات كأس العالم النهائية؟ والله يعني تعرف إحساس بعيدا عن التوقع والأداء الفني والمنتخب. لا أنا والدعم، أنا من النوع اللي ما أتوقع، أنا من النوع اللي ما أتوقع. يعني كثير يعني أسأل يعني عن المباريات إنه شنو نتيجة المباراة، شنو راح تكون، شنو التوقعات، ما أتوقع لأنه كرة القدم ما بيها التوقع، ما تقدر يعني تتكهن بالنتيجة يعني. لكن الفراسة موجودة لدى كل شخص، طبعاً لديها طموح، يعني طموح إنه طموحك بعيدا عن الطموح، الطموح إنه أنت الفراسة طموح انه انت تحصل على مباراة، على أوكي. طموحك يعني انه في طموح صغير وفي طموح كبير. فطموحنا دائما انه نقدم ونأدي اداء جيد، اداء فردي، اداء جماعي، انه نحصل على نتائج طيبه، لانه احنا نشوف الشارع العراقي والشعب العراقي والجمهور العراقي، مو بس الناس الرياضيين يعني، حتى امهاتنا واخواتنا اللي متواجدات في البيوت كلها انه تتابع المنتخب العراقي اذا كانت مباريات. ف من اكثر واحد بالعائله يعني، وان كان هذا سؤال شخصي، اكثر شخص بالعائله يدعم نشأة اكرم؟ والله اكو بالعائله واكو خارج العائله. يدقق بادق التفاصيل؟ لا خارج العائله. خارج العائله. خارج العائله. وعندي اخوي الصغير دائما احيانا يتصل بي، اصغر من عندي لكن يتصل بي يقول لي اليوم شو مو وضعك اليوم، يعني ممكن بدنيا كذا. تتقبلها منه بروح رياضه؟ اخوي الصغير احيانا ما اتقبل من عنده، لكنه بعدين ما اجلس بينه وبين نفسي، لا اعرف انه هو تكلم المصطلح. طيب تتحمل كلام الجمهور؟ يعني نجلس احنا مع جمهور، ليش نشأة يسوي هالحركة؟ ليش نشأة ما مرر؟ ليش هالأنانية من نشأة؟ هي كرة القدم، هي تتحمل أكشن. هي أكشن ورياكشن يعني في المباراة. يعني انت احيانا ممكن ما متعمد انه تعمل هذه الحركة، ممكن انه حركة المهاجم، ممكن المهاجم ما يفهمك. انا كلاعب بسط ممكن احيانا مهاجم ما يفهمني. يعني احنا عندنا في المنتخب عندك عماد او يونس ممكن يفهموني من نظره، ممكن امسك الكره يفهموني، لكنه في بعض الاحيان ممكن تلعب مع لاعب قليل تشارك معه او مع لاعبين ممكن جدد موجودين في المنتخب ممكن ما يفهموك او ما يفهمون، لكنه يعني هي كلها يعني كلها مساله توفيق. واذا كان النقد انا يعني اذا كان النقد بناء والنقد يعني انه ممكن انه انا كلاعب كره قدم انه استفاد من عنده، بالعكس انا هذا اتقبل هذا الشيء. لكن اذا كان يعني ممكن انه سلبي وهدام، لا انا من النوع اللي، والدليل انه انا كثير من القنوات العراقيه او الصحف العراقيه او اشخاص يعني ما عم على ناس ما اعمل معهم لقاءات، لانه انت انتقدني انا كلاعب كره قدم، لا تشكك بي، لا طيب. تشكك. هذا يقودني الى سؤال، يعني البارحه او كان لدينا لقاء مع زميلك يونس محمود، أيضا كان ممتعض من الإعلام. يؤثر عليكم كثيرا هذه المسألة أن ينتقدك إعلامي معين بطريقة جارحة، ليس كذلك؟ طبعا هذا يؤثر عليك حالة نفسية. أنا بالأخير أنا إنسان. أنا إنسان عندي حاسيس وعندي مشاعر، مثل ما هو ممكن يريد أنه يكون نجم من خلال الكاميرا من خلال انتقاده أو هذه، أخي انتقد أنت، نقد يكون بناء وليس هدام. يعني أنه ممكن أنه تنتقدني على مستواي داخل الملعب، لكنه أنت لا تنسى إيجابياتي وتذكر بس سلبياتي. فعلا أحيانا أنا في المباراة ما أكون سيء إلى درجة أنه ممكن تذكر لي بس إيجابياتي سلبياتي وما تذكر الإيجابيات. يعني ممكن أنه يكون نقد بناء، ممكن تقول أنه اليوم ما كان نشأة أو يونس طيب. محمود أو عماد محمد. طيب على ذكر الأداء داخل الملعب، يعني لدينا توقع بأن يوعز الاتحاد الآسيوي لأحد الحكام الذين أضروا بالمنتخب كثيرا ولديه الكثير من الحساسية من العراقيين، والبعض وصفوه بالحاقد على العراقيين، عبد الرحمن عبده القطري. سوف يوكل إليه لربما إن لم يعترض الاتحاد العراقي على ذلك. أعتقد أنه إذا ضمن التصفيات بإمكان الاتحاد العراقي أنه شاهدناك أيضا في الدور القطري هناك حساسية من العراقيين. يعني هو لا هو كإنسان أنا بينه وبينه ما عندي بينه وبين أي شيء الرجل، بالعكس أنا يعني صراحة ما أشوفه، أنا أشوفه لكن بس يعني يمنحك يعني إنذار في أول دقيقة، مو دقيقة، أول 25 ثانية يعني أول ضمن الثواني الأولى من الدقيقة الأولى، يعني كتف يديك. طبعا يعني انه طبعا كتفني في المباراه، انا صراحه كتفني، انا قلت له كانت مباراه مصيريه.
طبعا انت مباراه في دور الثمانيه وضد فريق لم تكن تستحق انذار يعني، وفي مباراه يعني ضد فريق لازم انه تكون تلعب قوي، يعني لازم انه تدخل دخلات قويه لانه تعرف البنيه الجسمانيه للمنتخب الاسترالي اقوياء، فلازم انه تحتك معه. لكن اعتقد انه بامكان، انا ما اريد انه اظلم الانسان يعني، ما بامكان الاتحاد العراقي انه يعني احنا نشوفها كثير يعني يطلب حكم ثاني يعني. لا واحنا ايضا نتمناها كابتن نشأت حتى بعيدا عن الدبلوماسيه، في حال شاهدتم مثل حكم معين، وانت كلاعب لربما تكون اكثر من المشاهد واكثر من الاتحاد واكثر من الكادر التدريبي قربا على الحكم، وترى حتى ايماءات الوجه للحكم طبعاً. لربما توحي لك بانه يتعمد اخطائك او تغليطك، فاذا كان هذا الحكم صحيح من الممكن ان يوكل اليه مباراه مهمه مع المنتخب العماني او مع اي منتخب في التصفيات، يرجى منكم ان ترفعوا باعتراض للكادر الاداري من ثم يرفعها الاتحاد. لا احنا كلاعبين كره قدم ما نقدر ندخل بهذه الامور، احنا لكن مصلحه المنتخب فوق كل شيء، هذه امور اداريه، امور اخويه، ممكن ان تكون اخويه بين اعضاء يعني الاداري هذا المفهوم، العفو، هذا المفهوم احنا مفهوم خطا، احنا لاعبين كره قدم، اكو في كل فريق في مدير اداري، في جهاز اداري، لكن هل تبلغ بان هذا الرجل اضربي؟ لا 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 مو اضربي، انت ما تقدر تقول انه اضربي، ممكن انه شوف هو كاتحاد كره قدم من حقه انه يطلب ساعة كم إذا مباراة في أرضك، من حقه أنه يطلب الوقت اللي هو ممكن اللي يعجبه أو اللي يناسب فريقه، يعني إحنا بغض النظر أنه إذا ممكن الوقت ما يناسب الفريق الفلاني يعني أو كذا، أو تطلب تغيير الحكام أو في أمور إدارية أنا أجهلها يعني، ممكن ما أعرف هذه الأمور القانون، بس أنت من حقك أنه تطلب أنه تغيير الحكام، من حقك تطلب حتى تغيير الوقت يعني. إحنا شاهدنا في مباراتنا الأولى مع الأردن كان المقرر أن المباراة تكون ساعة، أعتقد ساعة 4 مع المنتخب الأردني في التصفيات الأولى اللي كانت في أربيل. الاتحاد الأردني طلب تغيير الوقت من الفيفا وتغير الوقت، صارت المباراة ساعة 6 فعلا. ليش المنتخبات البقية تتخذ قرارها؟ خصوصا المنتخب العراقي في الاعتراضات لا ينجح دائما يعني، حتى ما ينجح لأنه في طرق خاطئة إحنا ننتج. صحيح يعني ما نتخذ الطريق السليم، أنه ممكن أنه في طرق يعني. ما هي العقبات كابتن نشأت؟ العقبات لأنه إحنا مش محترفين، بعيدا عن طريقة التعامل الاتحاد مع مسألة الاعتراض، ما هي العقبات في مسيرة الإعداد؟ والله لحد الآن يعني في أمور بسيطة يعني، هذه أنت ما تقدر تقول أنه هي أمور كبيرة، ممكن نقول يعني الظرف في المنتخب، هذه أمور بسيطة يعني، داخل فندق ممكن اشياء، ممكن انه هذه، لكن هذه امور كلها يعني بسيطه في اختيار يعني. الفندق ممكن تجاوزها، ليس لا في لا لا صلب مش الاعداد والتحضير يعني للمباريات. انا ما اخفي لك لكن يعني مساله اقامه مباريات وديه كبيره على مستوى يليق بالمنتخب العراقي كما حصل مع المنتخب المصري لا يوجد لحد الان. لا بس هي مباراتنا يوم 23 مع سيراليون واعتقد مباراه يوم 27 مع منتخب ايران كذلك، فأكيد يعني مباراتي راح تكون قوية ما راح تكون سهلة يعني. مباراة الأردن هي الأكثر خطورة كما قال زملائك، أم تختلف طبعاً معهم على اعتبار أن كل المباريات هي بذات الخطورة؟ راح تكون أصعب مباراة في التصفيات. هذه الحالة أنت في المباراة الأخيرة قدمت مستوى كبير وحصلت على نتيجة المباراة، ممكن سيف وجيت من الخلف، أنت ما كنت بعد ما رد كنت بعيد عن الصدارة يعني، وأصبحت متصدر مجموعة، فأكيد أنه ما راح تكون مباراة سهلة. ممكن سوف يأتي الأردني بروحية رد الاعتبار طبعاً. يعني مثل ما احنا لعبنا معهم في مباراتنا الثانية بعد ما خسرنا في العراق، لكن جاء رد الاعتبار بعد 3 خسارات تقريبا من المنتخب الأردني تحت قيادة سيكي. الثلاث خسارات اللي خسرناها ما لعبنا واحنا مكتملين الصفوف باستثناء مباراتنا اللي كان العراق لعب مع الاردن ودونت تاريخا ان العراق خسر مع الأردن. كره القدم ما تعترف بالتاريخ وبالهذه، كره القدم تعترف واقع. اقصد انه دونت في التاريخ ان العراق خسر 3 مرات، ما دخل انه التاريخ واقع، انت تشوف في التصنيف الدولي في منتخبات في الماضي كانت خلف العراق بالعشرات، لكنها حاليا تتقدم. صحيح، كرة قدم كرة واقع، انه كيف تعد، كيف تكون عندك بنى تحتية، كيف تكون عندك منتخبات سنية تحت 16 سنة، تحت 14 سنة، احنا دا نشوف
يعني اخفاقات دا تكون في 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 الفئات السنيه والكادر 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 التدريبي ما اخذها يعني شلون صار قفليه يعني. ماذا تطالب كابتن اشرف؟ والله انا اطالب يعني اشوف كلاعب محترف وكلاعب يعني احترفت في دوريات ممكن انه نتعلم من عندها. انا تعلمت كثير من هولندا، تعلمت اللغه، تعلمت كره قدم، تعلمت اشياء كثيره، تعلمت الصبر، تعلمت اللغه بطلاقه. لا الهولنديه ما تعلمت، تعلمت الانجليزيه طبعا لانه هم اكثر يعني اكثر من 95% يتكلمون انجليزي. فتعلمت اللغه لكنه الشيء اللي تعلمته كنت اتوقع انه انا اعرف كثير في كره القدم، لكن من اتجهت الهولندا اكتشفت انه انا ما اعرف كل شيء في كره القدم، كنت اعرف الشيء البسيط. لكنه تريد تبني منتخب، تريد تكون منتخب قوي، منتخب اساسه قوي، لابد انه يكون دوري فئات سنيه، فئات عمريه، يعني مثل اشبال الناشئين، مثل ما احنا تاسسنا كلاعبين كره قدم واغلب اللاعبين اللي موجودين في المنتخب تدرجنا من منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب اولمبي. مع كل فئه كنتوا تحققون انجاز يعني، هذا لانه كان اساسنا اساس صحيح. انا ما اريد انه اظلم الاخوان اللي موجودين او اللاعبين اللي موجودين في الدوري، لكن لابد ان يكون هناك احتراف في هذه الامور. واعتقد في اللاعبين اللي ممكن اعتزلوا كره القدم، اللاعبين يعني وقفوا من ممارسه كره القدم، اعتقد انه بامكانهم ان يكونون من افضل المدربين اللي موجودين في العراق، ونشوف كذا مدرب متفوق مع الانديه. لانه السبب لانه رؤيته، الوحدات التدريبيه، الوقت، الاشياء كثيره ممكن انه تفيد اللاعب، اللاعب الصغير ممكن انه يتعلم من عندها، لكنه الاسلوب القديم تغير يعني. سنشاهد المنتخب ونشأة ان شاء الله في ريو دي جانيرو او برازيليا او استاد المراكانا لربما. انا حلمي هذا، اتمنى انه اكون موجود ان شاء الله. نراكم ان شاء الله في البرازيل. كابتن نشأة اكرم، هي مو مستحيله، ليست بالمهمه المستحيله وليست بالمهمه صعبة. السهله صعبة. لكن مهمه تحتاج العزيمة والإرادة. كابتن نشأة أكرم، التألق والنجاح والموفقية مع أسد الرافدين. المايسترو نشأة أكرم، شكرا لهذه المقابلة. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا ومتابعي قناة الفيحاء. انتهت هذه الحلقة المخصصة والاستثنائية من برنامج باتجاه الهدف ضمن دعم ومؤازرة المنتخب الوطني العراقي في معسكره في اسطنبول. تقبلوا تحيات فريق العمل، زميلي ليث العتابي والزميل نمير أبلحد، وتقبلوا تحياتي مقتدى علي الخالدي. في أمان الله. هوار مولا محمد، هوار المغوار من جهة اليسار، نقل الكرة العرضية، سامان سعيد، كرار جاسم، تهيئة الكرة، جول جول، هي جول هي جول هي جول، المايسترو الفنان القناص الهداف، مرعب الحراس، يسجل أول الأهداف، هدف التعديل، هدف التعديل.